بص حضرتك معانا برضو، الواحد ياخد باله من الكلى بتاعته ازاي؟ هو اهم حاجه يعني احنا ده حضرتك لو جيت زرت اي وحده المرض لغسيل الكلى هتلاقي تقريبا في معظم العالم تلت مرضى غسيل الكلى بسبب السكر او الضغط. فطبعا يعني الحياه يعني الصحيه السليمه، ممارسه الرياضه، تقليل الوزن، الضغوط العصبيه، كل دي حاجات الحاجات اللي نقدر كلنا نعملها. الواحد ممكن يخلص من الضغوط العصبيه، ممكن ما ياكلش ويلعب رياضه، الحاجات السهله دي بسيطه كلها بالظبط كده، فما يحصلش السكر من اساسه او الضغط من اساسه. طيب الدواء ده يعني الناس دلوقتي تقدر تاخده خلاص ولا لسه محتاج؟ لا بس حضرتك في ضوابط، يعني انا كنت احد اعضاء اللجنه اللي بيتوصي بالضوابط لاستخدام الدواء ده. يعني مثلا المريض السكر اللي هو من النوع الاول اللي هو بيعتمد اساسا على الانسولين ما يقدرش ياخد الدواء لسه لغايه دلوقتي. مثلا المرض اللي عنده العيان المريض اللي عنده سكر بسبب مثلا زراعه الكلى فلسه ما نقدرش نديله الدواء ده. العيان اللي عنده التهابات في البول لانه بيتخلص كميه كبيره من السكر في البول فطبعا برضه ما يقدرش ياخد الدواء ده. العيان اللي عنده مشاكل في قرحه في القدم، الصايم اثناء الصيام لانه بيتخلص من كميات كبيره من السوائل ومن السكر فطبعا ده يبقى عرضه لمشاكل ما يوصلهاش برضه بنستخدم. لكن في العيانين التانيين اللي هو تايب 2 العادي ده اللي هو ناتج عن التمثيل الغذائي الخاطئ ده ممكن ياخده. بالظبط كده. الدكتور محسن القوصي استشاري أمراض الكلى ببريطانيا، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا.